بعد الانتصار الكبير للثوار في معركة الكفر في تاريخ 21 من شهر تموز عام 1925، توجه الثوار إلى السويداء، فأحرقوا السراي الحكومي ودمروا متحف كاريبييه، وشددوا الحصار على القوة الفرنسية اللاجئة إلى قلعة السويداء وحاكم الجبل بالوكالة توما مارتان. وانتقلت الأخبار والرسل بسرعة إلى جميع القرى تبشر بالنصر وتستنفر الناس لمعارك قادمة. بعد هزيمة الفرنسيين الكبرى في معركة الكفر، جردوا حملة ضخمة بقيادة الجنرال ميشو، يقدر عددها 13,000 جندي، ثلثها من الفرنسيين، لإنقاذ المحاصرين في قلعة السويداء. تجمعت الحملة في إزرع وانتقلت إلى بصر الحرير، وتمكنت رغم مناوشة الثوار في عدة معارك أن تواصل طريقها حتى وصلت إلى منطقة تل الخروف بتاريخ 1 آب. في اليوم 2 آب وقع الثوار في كمين أعده لهم الجنرال ميشو، حيث تظاهر الفرنسيون بالانكسار وانهزموا أمام الثوار، الأمر الذي زاد اندفاع الفرسان وراء عدوهم. وفجأة انكشف خيالة الفرنسيين بصورة منتظمة على خط المشاة الذين أصلوا المهاجمين نارا حامية من رشاشاتهم ومدافعهم ومصفحاتهم، فتساقط ثوار الجبل كأوراق الشجر، ومنهم نخبة من الأبطال الذين يعتمد عليهم قائد الثورة سلطان باشا الأطرش، حيث قال عنهم إنهم ذخيرة أملنا في النصر. كانت الهزيمة كبرى في تل الخروف، انسحب على إثرها الثوار إلى القرى المجاورة، وتوجه القائد سلطان باشا الأطرش إلى قرية سليم للتشاور مع زعماء الجبل، وواصلت الطائرات والمدفعية قصف الثوار والقرى التي لجأوا إليها. وسرت الإشاعات بأن لا طاقة على الصمود في وجه القوات الضخمة الزاحفة، وفكر البعض بالانسحاب. ولم ينتهي النهار على نصر للفرنسيين، إذ قبل أن تغيب شمسه هاجم بعض أهالي المقرن الغربي والثوار الذين نزلوا في ضيافتهم مؤخرة الجيش الفرنسي، وقتلوا العديد من الضباط والعساكر وغنموا أسلحتهم، وعادوا إلى قراهم يهزجون: يا فرنسا والله ما متيع، ونهوش عن ديارنا، العين زغرت البنات، قبح العساكر كارنا. الذي أعاد الثقة إلى نفوس الثوار بعد الانكسار في معركة تل الخروف؟ استقبل المجاهد أبو حمد عباس أبو عاصي مجموعة من الثوار في مضافته في قرية نجران، وقدم لهم طعام العشاء. وعندها طلبت منه زوجته المجاهدة أم حمد خول أبو عاصي أن يسمح لها بالتقفير على الزاد، وأن لديها ما تقوله للثوار، فنبى طلبها. أخذت أم حمد الكبشة مخاطبة الثوار: اسمعوا يا نشامة، هذا الزاد للي يعاود العرض ويحمي العرض والأرض. فما كان من الثوار إلا أن هبوا هبة رجل واحد، وبدأت النخوات وعلت صيحاتهم: عند عيونك يا أم حمد. وصل خبر الحادثة إلى القائد سلطان باشا الأطرش في سليم، وأعلموه ما حدث، فسارع بإرسال المفازيع والرسل إلى السويداء وقنوات وكافة القرى ليذيع الخبر ويستنفر المقاتلين. إحدى بيوت البلد الكبيرة اللي في المرحوم عباس أبو عاصي، مرجو اسمه حول أبو عاصي، البلد كلها كرمان إلى الغيارة إلى الضيوف، دور قبل بتاعت الكرمة العالية الحورة بالجبل العالي عربية أصيلة كمان يعني. فيقال ان طلعت خط المنازل عباس ابو عاصم من المجاهدين الاوائل. فقدمت قالت لهم بنرحب فيكم لكنه اللي بيحضرش بكره معركه الخراطه اللي بدها تنطلق من الخراطه وعلى الحدود وجابوا الفرنسيين ما لوش حاجه عندنا. هذا كلام دون هذه المده حقيقه مش يعني هذا حقيقه هيك الخبر. حياك محمد عباس بعاصي، كانوا مهاجمين العرضي بتل الخروف وانكسرت الدروس ودملت السجن والقراصة كذا، وناس بقسم كبير اجى مع محمد عباس
محمد عباس كرملون لما قدم الزاد قالت له محمد خوله خوله بعاصي قالت له يا شيخ محمد اسمح لي قفل على الزاد قال لها فبضة بتليقي مسك تمشي وقالت يا دروز يا ماشي يا ماشي اللي بريد يدافع عن أرضه وكرامته بسد عزادنا واللي ما عنده هالنية يرفع سخلة عنا وقفت عزاد وافتضلوا قامت النساء سدت انتخبت الناس ومشت وكان مصر بوجه الأمن نفعل تحمس الثوار من جديد وزحفوا تحت جنح الليل من كل حدب وصوب نحو المزرعة وراحوا يحيطون بالحملة من كل الجهات وقبل طلوع الشمس بدأ بيرق السويداء هجمته الصاعقة الأولى ومن ثم بدأت البيارق الأخرى تضع ثقلها في ميدان المعركة وتحقق النصر في الثالث من آب عام 1925 في معركة ضخمة سطر فيها الثوار أروع ملاحم البطولة